ölürüm. أنا بعتذر. يعني على قليل اتنيناتنا عم نفكر بنفس الشيء. أنا آسف، ما كان لازم صار. هذا القرار من حقك إنك تاخديه، عن جد بعتذر. وأنا كمان فكرت، ومعك حق، لازم آخذ أدويتي. أنا عم أتوتر بسبب الامتحان واللي عم يصير بالبيت، أعصابي تعبت كتير. شو في بالبيت؟ بابا وماما هاي الفترة هنن عم يضلوا يتخانقوا، عم يحاولوا يخبوا، بس الظاهر في مشكلة وهالشي واضح. في شي عم يصير بيناتهم لأنه على طول الجو مشحون. ليش؟ ما بعرف. طيب معقول يكون في مرة تانية برأيك؟ مستحيل، شو هالحكي هاد؟ يعني شكله في مشاكل بيناتهم، بس ما بعرف شو القصة، بحسن ما عم يتفاهموا. بس انت ليش هيك قلت؟ ليه سألتني اذا ممكن يكون في مرة؟ تعرف شي؟ ما بعرف، لان بالعادة هيك بصير، لهيك سألتك. بس انا ما بظن انه هيك الموضوع، يلي قلتي منطقي اكتر. يلا خلينا نشتري الدواء. يا ريت تفوت بالموضوع فورا، ما عندي وقت كتير، عندي شغل. انت عم تلعبي فيني بهار؟ لعبة شو؟ ديرين ليش كانت عندك؟ شو جنيت؟ بنتك كانت متضايقة واجت لعندي لتفضفضلي، لما شربت تعبت وأنا ما قدرت أتركها لحالها، هاي هي كل القصة. مفكر إنه كل شي بيتعلق فيك مو هيك؟ للأسف مراد الموضوع ما له علاقة فيك بنوب. سامحني بس أنت معناك محور الكون. شو اللي مضايقة؟ شو دخلك؟ إذا عندك فضول روح واسألها أنت، أكيد ما رح أقعد أحكي لك شبه ديرين. بعتذر، كلامك مزبوط، ما خطر لي هالشي. صح، مو مضطرة تحكي لي شو في بينك وبينها. بدل ما تعتذر يا ريت تنتبه لتصرفاتك، بيكون أحسن. عم فكر حاكي ياسمين بالقصة. شو؟ عنا ليش؟ ما بعرف، بلا بعرف، ما بدي ضل عم كذب هيك. أنا وياسمين بيناتنا مشكلة كبيرة مزبوط، بس لازم أحكي معه وحل القصة، مو باللف والدوران، لأنه هالشي ظلم إلك، ظلم كبير. بظن هيك أحسن يمكن، بس أنا ما بعرف كيف بدي أقلها، ماني عارفان شو ساوي، ما بعرف. اسمع لقلبك، صغيرة اليوم كيف كان أول يوم بالمدرسة؟ ليكي الأنسة اليوم عطتني هذا الاستيكر، وأنا قلت لها بدي تحطي لي قطة. هي شو حلوة، بتاخد العقل مثلك. أمك مو هون؟ بهار أنا هون بالمطبخ. يلا تعالي نروح نسلم على ماما. تمام.
يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بهار. أهلين فيكي. خليني ساعدكم إذا بتحبوا، بس ماني شاطرة كتير بالمطبخ. اهتمامك بإيجا مساعدة كبيرة لإلنا. ما بدي أكون عم تقل عليكي، بس اليوم فيكي تبقي عنا للمساء؟ طبعاً. عم تشوفي الحلاق؟ ايه كتير حلوين. هاي هدية مراد. بصراحة لكون صادقة هنن مانن ستايلي، بس شو بعمل، بالأخير هدية، وهالشي بيعني لي كتير، لهالسبب أنا لبستن. فهمت، بس لابقين لك. شكرا لك. يلا لنشوف إيجا. يلا. روحي هلأ عغرفتك وجهزي ألعابك، وأنا هلأ بجي. خلينا نشوف ليش بيعنولا كتير. يا ترى بقدر ساوي شي اشربه، لأني حاسة حالي ماني مصحصحة كتير. ايه طبعاً، ما سألتك شو تشربي؟ الفناجين محطوطين هنيك. فيليز اتركي من إيدك، روحي حضري السفرة هلأ، ويا ريت كمان تمسحي طقم المعالق والسكاكين الفضة. تمام. ما تواخذيني، بس عن جد الحلقات بياخدوا العقل. آه شكراً إليك. شو المناسبة جابوا منشان المفاجأة؟ يعني ليتشكرك؟ لا، بالحقيقة كيف بدي إليك؟ فيكي تقولي لحتى يصالحني، لهيك. رومانسي كتير. مزبوط كلامك، وعم فكر كمان إني فاجئه بعشاء رومانسي. الزواج بيحتاج لهيك شي بين الفترة والتانية. أنت أدرى بهيك مواضيع، كان عندك معجب. شو صار؟ قدر يربح قلبك؟ لا، فيك تقولي هو طعني بظهري. أوه للأسف. ديرين مامي طالعة بتاخدي العقل. قلت للكل إنك رح تعزفي لنا اليوم. أمي شو رأيك بلاها اليوم؟ ليش؟ معقول هالحكي؟ الكل ناطرينك، ومنه بيكون تدريب إلك قبل الامتحان. ورجيني. طالعة كتير حلوة، بس شو رأيك تحطي آي شادو؟ تمام. يلا. شو انتو جاهزين؟ شو هالحلاوة يا روحي، طالعة بتجنني. استني خلينا نحط هاي كمان. ها ورجيني. ايه بس نحن اخترنا هاي امي.
لا هي ما بيمشي حالة، ما بتزبط، لأنه ما أنا لابقى على تيابك بنوب. هلأ رح حطلك هدول البكلات البيض هيك أرتب على التياب، شوفي قديشون حلوين. يلا لشوف تعالي. ياسمين خانم، بعتذر أنا ما رح أنزل معكن على الأكل. ليش؟ يعني ما بظن تيابي لايقين لهالمناسبة. معقول هالحكي بتاخدي العقل؟ رفقاتكن أكيد بيكونوا كتار تحت، ما في داعي بنوب. أعذريني يا خانم. شبكي لو سمحتي بهار، لا تزعليني منك. شو القصة؟ بعدين كرمال إيجا رح خليكن تقعدوا جنب بعض على السفرة، رجاءً لو سمحتي. يلا تمام، يلا بسرعة تعي. لك خلص تركوا، ليش عم تضايقوا؟ لك انت مرحبا. وهي اميرتنا الحلوه اجت. شو هالجمال؟ اميرتنا الحلوه، ورجيني تيابك لشوف. ورجيهم بنتي القمر. شو هالحلاوه هي، برافو. بتجنني. حلو حلو تاخدي العقل. يسعد لي مساكن. بتعرفوها لبهار صح؟ ايه منعرفها. مرحبا. ايه فيليس خانم، يلا تفضلوا على السفرة. يلا تفضل. يلا تفضلوا. روحي ستار يا حبيبتي، تفضلي. شكرا. حبيبتي ايدن. بارلاس جنبه ابنه. ايه ويلي هو أنا. تعال ابني تعال. طلعوا فيني، لا تكونوا عم تتلاعبوا بتقارير الأدوية. ها بلا سخافة، شو هالحكي؟ لأنه مستحيل، مستحيل تكون هاي النتائج حقيقية. روحي ما في من هذا الحكي، نحن نمبر ون، يعني يلي بيطلع قدامنا مندعسه. ما عداك. والله جد؟ ياسمين لك شو حاطة بالأكلة طالعة بتشهي؟ حطيت زبيب بدل الجزر بالأكلة، فيكي تقولي هي وصفتي الخاصة. كتير طيبة. يا بنات ما ورجيتكن أظافري، شوفوا. ورجيني وين عملتيهن؟ ديرين ليكي حطي من هدول جنب أنور، ما عنده منهم حبيبتي. شكرا. صحة وهنا. صبي لي كمان كاسة تانية. بكفي حاجة. لا تقل. ما بيصر له شي، لا تخاف. صب. يسلموا ايديك. بصب لك. ايه لو سمحت. بابي معلش تصب لي. الامتحان كان كتير منيح، لهيك حابة اني احتفل. الف مبروك. الف مبروك، برافو. شكرا لكم. امتحان شو؟ هارموني. بس شوي. اوكي. يسلموا بابا. تمام خليني صب لك. تمام يلا عودكم. كيف تعودتي على البيت؟ ايه ماشي الحال. هلأ صار وقت نومة لإيجا، ما هيك ماما؟ ممكن أنتي اللي تاخديني لحتى نام خالي بهار؟ إيه طبعاً. عن إذنكم. تصبحوا على خير. وأنتوا من أهله. حبيبتي تصبحي على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.
بعرف إنك مو نايمة يا حلوة، بعرف اللعبة اللي عم تحاولي تلعبيها، فهمانة هالصدف. بس خليني قلك شغلة، أنت يلي رح تنضري بالنهاية. صدقيني أنا بعرف هالرجال منيح. شو يلي عم تقوله هي؟ طيب وإذا أخذت هي السيارة؟ هالشي بيرجع لك إيدن. بس مو هي محركة أقوى؟ شي أكيد، سيارة رياضية إجباري. إيه ما رح أقدر سوقها، رح أتلبك فيها. إيه هالسيارة ما خرجك أبداً، هي خرج شباب يعني، بلاها. لا، مستحيل، بخاف أضربها. بالحقيقة لو بتسألي أونور أحسن. أونور؟ تعا شوف خالتك إيدن بدها تحكيك. دقيقة أبي، شوي وجاي. أخدت الدواء؟ بكرة ببلش، لأنه لازم أخده بانتظام. تمام، بس أصحك تهمي. تمام. معقول قاعدة على نفس الطاولة وعم تاكل معنا؟ سكوت سكوت، عن جد أنت شو عم تعمل جنيت؟ يعني أنا توترت عنك والله. شو أنا اللي عزمتها؟ أنا ما دخلني، مو أنا اللي جبتها. مراد شو بدك بهي الشغلة؟ طلع منا. اسمع مني اعمل لك. لو بيقولوا عن النسوان انهم بيحبوا النميمه، بارلاس حبيبي خلينا نقوم. يلا يا روحي، ما تفهميني غلط ايدن، بس حاسس اني اختنقت. ايه ولا يهمك، عرفت يلي بدي اياه، بس هالكلام ما رح انسى. انت انتهيت مثل ما عم اقول لك، خلص حياتي، يلا خلينا نقوم. الله معكم. وين ياسمين؟ جيت. ياسمين شو رايحين؟ شكرا على العشاء. يلا باي. يلا باي. تسلم لي. تسلموا ايديكي على الاكل، كان كثير. اسلموا ايديكي. الله يسلمك. الله معكم، منشوفكم. باي مراد، سلام. حبيبتي فيكي تيجي تساعديني شوي؟ بابا انت خبرت عني اللي صار اليوم؟ لا بنتي. لكن شو القصة؟ ما بعرف، روحي لنعرف. انا هون. يلا. ديرين، هلأ بخصوص موضوع المشروب، أنا لازم أقلق شي؟ لا ماما، لا طبعاً لا. ليكي مبارح كان يومي ملخبط شوي، يعني الجامعة وضغط الامتحان مثل ما بتعرفي، بس بالآخر امتحاني كان كتير منيح وارتحت كتير لما شفت النتيجة. يعني أنا شايف ما في داعي لكل هالتوتر، هو مجرد امتحان، ما في داعي تضغط حالك. يعني مراد بالنسبة لإلك كل الأمور بسيطة وعادية؟ أنت كتير بتسخف الأمور وكأنه عادي وما في شي مهم. ما قصدت هيك، بس خايف عليها. تعالي تعالي عادي. ديرين شوفي ماما، مانك مضطرة انك تعملي شي ما بدك اياه ابدا حبيبتي، مانك مجبورة بنوب بنتي، تمام؟ عن جد انتي اهم من كل شي عندي، وصحتك عندي اهم من كل الدنيا. ما بدي اياكي تحسي حالك متضايقة من شي، واصحك تخلي التوتر والمشاكل البسيطة تأثر على مستقبلك، اتفقنا حبيبتي؟ شوفي يا عمري، الحياة بتتطلب شوية تعب وشوية إصرار وجهد، فلهيك إذا أنت ضعفتي من أول مشكلة كيف رح تنجحي يا روحي؟ ماما حبيبتي اسمعيني، هاي المشاكل
وهذا التوتر كله رح يختفوا بكرة، بس نجاحك رح يغير لك حياتك للأحسن. أمي اسمعيني، مشكلتي مو بس بامتحاناتي وبس. بعرف بعرف ماما يا روحي، بعرف إنك سمعتينا، بس أنت فهمتي اللي صار بيننا بهديك الليلة غلط. شوفي نحن كبرنا الموضوع بيوميتها، القصة ما كانت مستاهلة بنوب. صح تخانقنا بس أنا تفركشت عن جد، وقتها كنت معصبة ما عرفت اشرح لك القصة مزبوط، بس هلأ نحن تصالحنا، علاقتنا منيحة. شوفي كمان اشتراهن لحتى يصالحني، وهلأ أنا عم فكر كمان إنه لازم أعمل له شي رومانسي. مثل شو مثلا؟ ماني عرفانة. شو رأيك تروحوا بالعطلة على شي فندق؟ أنا بحجز لكم من عالنت. بنهاية الأسبوع؟ إيه؟ ما حبيتي؟ بلا حبيت، بالعكس فكرة بتجنن. لكن خليني هالمرة أنا حضر لكم مفاجأة بتاخد العقل، اتفقنا؟ تمام. تصبحي على خير. وأنتي من أهله. شو عم تعملي؟ شو عم تسوي هون؟ بهذا البيت ولا بالمطبخ؟ عم اشرب مي. انت منيحة؟ في شي؟ عم فكر. بشو؟ بكل الرجال اللي طلعوا من حياتي، بس ما بقصد يلي بحبهم أنا، يعني يلي تزوجتهم أمي كلهم وزواج رفقاتها كمان، وألاعيبكن الوسخة كلها يلي بتلعبوها علينا، وكذباتكن الطفولية يلي مصدقينها ومستغبيننا فيها. انتو شو؟ شو مفكرين حالكن يعني؟ وأنا هلأ عم بشرب كاسة مي باردة بعدك يا مراد. شو يلي بتقصدي؟ احكي بوضوح. رح احكي مع ياسمين. هاد ظلم كبير إليك. ليش لا تقول كل هالكذبات؟ أنا ما طلبت منك شي أبداً. أنا ما كذبت عليك. أنت عم تكذب. ما كذبت. أنا لما قلت بدي أوضح القصة كنت بقصد هالشي، بس فكرت فيكي، كنت قلقان عليكي، ما بدي أظلمك أبداً. تركتني وما جاوبتني حتى. كيف بتعمل فيني هيك؟ فهمني كيف مراد. أنا آسف. اسكتي، وطي صوتك حتفضحينا. ايه هون انضرب راسي. في شي مراد بيك ممكن تشوف؟ شايف شي؟ لا
تعي بنتي شوفي لراسها كأني ما عم شوف منيح. شوفي ليش فقتي حبيبتي؟ عم يجعك راسك شي؟ ايه شوي صغيرة بس أنا هلأ طبت. شو رأيك ننام؟ متأخر الوقت. ايه مننام. تمام. تصبح على خير بابا. وانتي بخير بنتي باي، عليك العافية. شكرا، تصبح على خير. وانتي بخير. يلا لشوف يا أميرتي عالتخت فورا. انتي ما رح تجي يعني؟ لا بس رح استنى عند الباب لحتى تفيقي، اتفقنا؟ يلا تصبحي على خير، أنا هون رح أترك لك الباب مفتوح شوي. تمام، تصبحي على خير. وإنتي بخير. شو عم تعملي كمشتك؟ أي بهار والله العظيم رعبتيني. صحة وهنا. شو رأيك تشربيني معك شي كاسة ديرين خانم؟ يلا تعالي. خدي. شو عم بتشوفي؟ أوه، أوتيلات؟ لتكوني بدك تهربي أنتي وأونور وتقضوا ليلة رومانسية. ضحكتيني، عم شوف كرمال ماما وبابا هن نتصالحوا مشان هيك عم حضر لهم شمة هوا. ايه منيح. ايه وكيف رح تدفعي؟ بالكريدت كارد تبع ماما، أنا وعدتها أني رح أزبط لها الموضوع اليوم، بس في كتير أوتيلات هون مو عرفانة شو أختار، فتت بالحيط. شو رأيك ساعدك؟ عن جد بتساعديني؟ طبعاً. خلينا نجهز لهم مفاجأة بتجنن. صباحو. وين البنات؟ أنا فقت بابا. آه أنت فقتي، صباح الخير يا روحي حبيبة قلبي. ديرين جاية وبهار طلعت قبل ما فيق أنا. تمام أنا طالع. باي باي بنتي. باي بابا. وين أنت؟ كلي هدول. أنا شو قلتلك؟ لك أنا شو قلتلك؟ ما قلتلك بعدي عني وعن الناس اللي حوالي، ما عم تفهمي؟ شو بنعمل هلأ؟ هلأ؟ شو بدنا نعمل؟ هلأ فوراً بتتصلي فيهم وبتخبريهم إنك ما عاد بدك تشتغلي عندهم، فهمتي؟ فوراً. تمام. تصلي. افتحي السبيكر سمعيني. الو الو ياسمين خانم، شكرا لك على كل شيء.
أنا اتصلت لحتى خبرك ما عاد فيني اشتغل عندكم. شو القصة؟ صاير معك شي؟ لا بنوم ما في أي مشكلة، بس إجاني شغل أحسن وراتبه أحسن وأنا مضطرة أني بلو ما تواخذيني. زعلتيني، يعني أكيد فرحتلك بس أنت أدرى، بس شو بالنسبة لراتب هذا الأسبوع؟ ببقى بمر وباخده. شكراً كتير. بس بهار ما في مشكلة ما هي؟ أبداً أنا منيحة ما في شي. تمام شوفي. ما تضطريني أرجع أعمل هيك، وإلا ما رح أكتفي بإني أخنقك بس، عم تفهمي؟ روحي من وشي. شو صار لهالبنت فجأة؟ شي غريب. هالشباب مو معقولين، كل ساعة بعقل. أوتيل جاما. منك يا بهار، ما لقيت غير هاليوم. يلا إيجي حبيبتي كملي أكلك. يلا برافو. شي مرة بس ردي على موبايلك، بس مرة. غريب والله.
توقعت إني لاقيكي هون. أخذتي دواك؟ إيه أخذته هلأ. عصير برتقال. ياسمين نحن Say, girl,